يا ناس اعطونا شكون فكها بالقوه، فك السلطه بالقوه بانقلاب وسلم فيها بانتخابات وسيبها ولا سلم فيها بانتخابات حره وديمقراطيه. اعطونا مثال راهو كيفكها بالقوه ما ينجمش وماهوش من مصلحته ينظم انتخابات حره وديمقراطيه. تي ماهمش يتحاسب على شيء يعملوا. واكثر من هكا اخي ما نقروش حساب التاريخ، راهو اللي ما يتذكرش التاريخ يعاود يكرر نفس الاخطاء. اخي بورقيبه مش بعد 3 عهدات رجعها رئاسه مدى الحياه، كيفاش مشى بورقيبه؟ مش صار عليه انقلاب طبي؟ عمل عليه بن علي انقلاب، وبن علي كي جاء مش قال لا رئاسه مدى الحياه وتهناو يا توانسه؟ هو في اول انتخابات 94 3 من الناس خموا باش يترشحوا لقى روحهم في الحبس، وبعد ولا يختار هو في مرشحين. وتذكروا كل مرشح اللي قال قالوا له جماعه فلان رئيس، قال لهم لا 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 معاذ الله صوتوا للرئيس بن علي. بن علي كيفاش مشى؟ ما دورها زاد رئاسه مدى الحياه في عام 2002 وعراجع الدستور اللي شارع قيس الصعيد في مراجعته باش حل الباب للرئاسه مدى الحياه. بن علي طاح بثوره شعبيه. هذا نحن علاش قلنا في حزب العمال راهي الانتخابات تاع 6 اكتوبر راهي مهزله.